السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى إن شاء الله هاد الفيديو تلقاكم في أحسن الأحوال يا ربي. هاد الفيديو شاركتها معكم، بصراحة هاد الفيديو قديمة، كنت شاركتها في القناة بني الله، فتحت القناة تقريبا يعني قربت نكمل عام، وبزاف ديال الفيديوهات الصراحه ما خداوش حقهم، فكرت كنت غنعاود لهم المونتاج. كنتمنى ان شاء الله يلقاو يعني واحد الاقبال وتبارطاجيوهم، وما تنساوش ما تنساونيش يعني من الدعم ومن اللايكات ديالكم، الله يجازيكم بخير. المهم فيديوهات انا بصراحه عجبوني، فيديوهات زوينين فيهم تحفيز فيهم الحماس، قلت هكذا نعاود لهم المونتاج ونشاركهم معكم، وانا متاكده غادي يعجبكم الفيديوهات. المهم هاد الفيديو كنت صورتها العام اللي فات قبل من العيد الكبير، حتى دابا راه تبارك الله ما بقاش بزاف ان شاء الله لعيد الاضحى، قلت نعاود نشارك معكم هاد الفيديو وفيديوهات وحدين اخرين ان شاء الله من بعد نعاود لهم المونتاج. هاد الفيديو كنت صورتها العام اللي فات يعني ضمن الاستعدادات لعيد الاضحى، وكنت يلا هذيك الساعات عاد فتحت القناه بشي اسبوع ولا، وهاد لا فيديو ما خداتش حقها، فقلت غادي نعاودها ونعاود نبارطاجيها معكم ونعاود لها المونتاج. يعني هذا فيديو حماسي تحفيزي، انا شخصيا ملي كنبغي هكذا ندير الشغال ولا كتكون عندي الدار مرونه كنتفرج هكا الاخوات روتينات هكذا ديال التنظيف ديال التخمار، والله العظيم الا كنتحفز وكنتحمس وكنوض حتى انا يعني نخمل الدار ونجمع ونصيق ونغسل داكشي اللي خصو يتغسل وكلشي. كنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم. شاركت معكم بعدا في البدايه ديال لا فيديو شاركت معكم الفطور ديالي ديك الساعات، يعني كنت والله ما عقلت بالضبط ديك الساعه كنا كملنا يمكن الحراسه ديال صافي الحراسه ديال الباك وديال التاسع وصححنا وكلشي، يعني كنت داك النهار كنت جالسه في الدار، ملي كنكون هكذا جالسه ومرتاحه و يعني ما تابعني لا خدمه لا والو، بعض المرات كندير هكا فطور كيكون مميز، كانوا شاطوا لي ليكيش من النهار اللي قبل سخنتهم وكنفطر بهم مع عصير، يعني كيكون واحد الفطور واحد الفطور يعني كيكون مميز كيشبه الغداء، ماشي دائما بعض المرات، حتى بعض المرات فاش كتشيط لي هكذا بيتزا ولا كيعجبني نفطر بها، بعض المرات الا كانت عندي الحريره. المهم بعض المرات كيعجبنا هكا نخرجوا على المألوف، والفطور صراحه راه هو البدايه ديال النهار، الا كان الفطور زوين ويعني كنوجدوا شي حاجه اللي حنا كنعشقوها وكتعجبنا راه كيدوز عندنا يعني النهار زوين. المهم هنا يخليكم مع الفيديو، يعني المراحل كلها ديال التنظيف ديال السيجور، هنا كنت صبنت هاد غلافات ديال الكانابي وغسلت حتى دوك الخديديات زولتهم، هنا يمكن كانت اول مره غادي نغسلهم هاد الغلافات ديال الكانابي، والله ما عقلت لان ديك الساعه كان عندي هاد السيجور كنت عاودته وقيله في شهر 11 ولا في شهر 12 فاش فرشته، وفاش سجلت هاد الفيديو كان شهر 6، والله ما عقلت واش سبق لي وصبنتهم قبل ولا لا ما عقلتش. المهم راه كنصبنهم دائما مره في شهرين في 3 شهور كنصبنهم هذا الغلاف اسد الكنابي، واخا ما كنبغي زعما نبالغ في الصبين ديالهم، كنخاف يعني داك اللون ديالهم يبهات وما يبقاوش بحال الكنابي كامل، لان كما شفتوا الكنابيات عندي يعني بحال لي كنابي كاملين كيكونوا مغلفين بنفس الثوب وبنفس اللون، ما بغيتش يكون داك الديكالاج في الالوان باش ما يبقاش يبان يعني السيجور بحال لي قدام. شحال هادي كنت كنغطيهم بواحد الكشميرات باش ما يتكرفصوش باش ما يتوسخوش وباش ما نضطرش نبقى كل مره نسبنهم، ولكن بعد صراحه تغلبت صافي وزولتهم، ودابا يعني فاش كيطبعوا لي ولا شي حاجه كنمسحهم هكا غير بالليلانجيت، ولا حتى كنشوفهم يعني طبعوا بزاف وتوسخوا عاد كنسبنهم. المهم هنا شاركت معكم المراحل كلها، من بعد ما زولت دوك لي كانابي والغلافات ديالهم بعدا درتهم يتسبنوا، وجبت هنا لاسبيراتور كنأسبيري هاد الغبرة وهاد الخملة اللي كتكون في لي كانابي مع داك تفرتيت ديال الماكلة ود الخبز. أنا بطبيعة الحال كنت مازال ما فرشتش لا سيجور ولا الصالون، ما كنتش شريت ديك الساعة مازال ما شريتش الزريبيات. بالنسبة للمتتبعات القناة ديالي راه عارفين يعني
وقتاش عاد خديت زربية الصالون وزربية ديال السيجور، يعني حتى لهادي واحد 3 شهور هكذاك ولا 4 شهور، عاد باش خديت، عاد باش تقضيتهم وفرشت السيجور والصالون. وهنا كنت عاد فرشت الصالون، عاد بدلت له الطليمطات وكل شيء. فهاد فاش قرب العيد الكبير عاد فرشت ديك الساعه الصالون وبدلت داك الطلمط اللي كانوا عندي قدام، كانوا عندي في واحد اللون كري صراحه، كان كيجيب لي الغمه وطلع لي في راسي داك النوع اللي كيكون غاي، يعني فيه داك موج، دوك الكري مع الباج هكذا بالامواج كي في الشوفه ما كيجيوش زوينين وكيطلعوا في الراس. صافي بدلت كل شيء وراديجا مشاركه معكم في واحد لا فيديو الشكل ديال الصالون كيفاش كان، هاي واحد اللقطه هكذايا وخلاص. الشكل الجديد راكم دائما كنشاركو معاكم. وبالنسبه لهاد الجفاف هذا كان عندي بصراحه جفاف زوين، ولكن بعد تهرس صافي ما بقاش عملي. ملي تهرست له داك اليد ديالو ما هو بصراحه زوين بزاف. هاد النوع ديال هاد الجفافات هادو كيكونوا عمليين وزوينين. انا عاد كنقول ان شاء الله غادي ناخذ واحد الشكيل ديال الجفاف كيكون بالسطل ديالو، ملي شفتو عند السيد اللي كناخذ عليه دوك بزاف د الحويجات شاركتهم معكم في واحد لا فيديو، واحد البلاستيكات كيداروا فيهم المنطات، بزاف بزاف د الحويجات كنت شاركتهم معكم كناخذهم عند واحد السيد كيجيب داك تويشيات ديال الشينوا ديال تركيا اللي هما كيكونوا هكذا رخاص، انه شي حاجه بسيطه ولكن مفيده بزاف. وهكذا يعني دير واحد الجروب ديال الواتساب فين ما كيجيب شي حاجه جديده كيلونسيها في ستاتويات ديالو. وكنت شفت واحد الجفاف هكذا بالسطل ديالو صراحه عجبني، ومشيت لعندو شفت داك السطل لانه قريب لي غير حدايا هنا فين كنسكن. المهم قال لي 150 درهم، المهم مازال ما جاني شي شويه الثمن غالي، مازال ان شاء الله نعاود نرجع لعندو ونشوف. المهم الا اقتنعت به ان شاء الله غادي ناخذو. بصراحه عملي، انا ما كيعجبنيش هكذا نستعمل الجفاف ونبقى نغسل في السطل ونعاود. كيعجبني داك النوع ديال الجفافات اللي يعني ما كضطريش تقيس يدك ديري يدك في الماء مصاخ ولا تبداي تعصري ولا هكذا، كيكون احسن وحسن حتى من داك دوز الشطابه وحك الارض وعاود دير الكراطه. واخا يعني هاد العمليه كنديروها مره مره ولكن ماشي بشكل يومي. المهم ان شاء الله الا خديتو ولا راني غادي نشاركو معكم ان شاء الله بحول الله. وهنايا فاش كنت يعني صورت هاد لا فيديو كان هاد الميبل هذا ديال الدراري اللي حطاه لهم في بيتهم، كنت خرجته وحطيته هنايا يعني غير جربته وصافي، ودوز عندي واحد المده وعجبتني ديك النتيجه. في صراحه الصيف كامل كنت حطيته في هاد البلاصه، زعما كنقول من بعد ناخذ شي واحد اخر يكون كاليتي احسن من هذا، وهذا راح احتفظ به في بيتهم. ولكن ما كتبش الله، مازال ما كتبش الله ناخذ ان شاء الله بحول الله. كنقول ناخذ شي مبل يكون زوين نحطه في هذه البلاصه. دابا هذه البلاصه حاليا راه عندي خاويه، وهذا المبل رديته لهم للبيت، راكم شفتوه في الفيديو اللي قبل فاش خملت بيتهم، تما حطاه لهم كندير لهم فيهم الحوايج. حتى هنايا كان فيه الحوايج، راه ما فيه لا صباط لا والو، انا غير بغيت نديكوري بيه حطيته تما. راه بصراحه زوين، واخا زعما بصراحه ملي كيجي هنايا في الدخله ديال الباب اي واحد كيجي داخل كيحط اي حاجه عنده في يده كيحطها تما وكيعذبني كل نهار. خصني نبقى نزول مثلا السوارت البسطام الا كان شي دواء ولا شي حاجه، اي حاجه جاي اي واحد جاي يهز شي حاجه كيحطها لي تما، وتبرزت بهاد القضيه هذه. ولكن ان شاء الله من بعد غناخذ شي حاجه ان شاء الله يكون عندها كاليتي غواغ ديالها اللي نحطو فيها بحال كسويرتات ولا اي حاجه ديال اللي كنجيو مدخلينها من برا ان شاء الله بحول الله. نهار ناخذ ان شاء الله شي حاجه غادي نبارطاجيها معكم. المهم هذا هو الشكل النهائي من بعد ما نظفت السيجور. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، كنقول لكم مع